لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوف معكم تحليل ديال القصة القصيرة. هي من المواضيع اللي عندكم في درس النصوص مادة ديال اللغة العربية هاد السنة. القصة هنا غنشوفوا يعني تحليل ديال النص تطبيقي وتحليل ديال النص نظري. هنا كيف كتشوفوا معايا هنا غنبداو بالنص التطبيقي ديال القصة ديال القصة. هنا أول حاجة غنشوفها هذه المقدمة. ظهرت القصة كفن أدبي في أوروبا خصوصا في القرن 18 و19، أما العالم العربي فلم يعرف القصة إلا بالمعنى الاصطلاحي الحديث إلا في القرن 20. يعني ظهرت أولا في أوروبا ثم من بعد عاد بنت في العالم العربي بفعل يعني العوامل بدنا ندخلوا دابا العوامل بفعل ظهور الطبقة البرجوازية والبعثات الطلابية وانتشار المجلات والصحف ودور النشر والطباعة. هنا غنشوفوا الخصائص ديال القصة، أنها فن نثري سردي يتصف بالاختزال والتكثيف. هذو الخصائص مهمة ضروري ما تذكرهم في المقدمة، حيث يرتكز فيه السارد على لحظة زمنية محددة يعبر من خلالها عن موقف معين. وقد ساهم في انتشار هذا النوع الأدبي مجموعة من الكتاب القصصيين. هنا غندخلوا يعني الكتاب يعني الروائيين اللي كيكتبوا القصص، كنجيب محفوظ، كيف شفتوا في لص والكلاب، محمود تيمور، يوسف إدريس، الذي أغنى المكتبة العربية بمجموعة من الإبداعات. هنا آخر واحد كاتب خليناه هو صاحب هذه القصة هذه اللي هو يوسف إدريس، الذي أغنى المكتبة العربية بمجموعة من الإبداعات القصصية. مجموع منها المجموعة القصصية اللي عندنا منها هاد القصة هذه، ونكتبوا العنوان ديال هذيك المجموعة القصصية أليس كذلك، التي أخذت منها هذه القصة القصيرة قيد التحليل. من خلال ملاحظة العنوان اللي هو عطينا الكنز ديال عطينا العنوان ديالو اللي هو الكنز، وبداية النص ضروري ما تكتبوا بداية النص، هنا بداية النص غير مكتوبة ولكن ضروري ما تكتبوها، ديروها كيف هاد العنوان هذا بين قوسين، ونهاية النص تاهي تكتبوها. نفترض أن النص الذي بين أيدينا هو قصة قصيرة تعالج قصة اجتماعية، إذا ما مدى صحة هذه الفرضية؟ وما هي أحداث القصة؟ وما هو المثل الحكائي؟ وما هي الرؤية السردية؟ وما هي القوى الفاعلة الآدمية؟ وما هو الرهان؟ هنا هاد الأسئلة هادو كلهم يمكن لكم تلقاوهم هاد السنة دي، حنت عندكم الخطط السردية. يعني هاد المثل الحكائي، المثل الحكائي راه هو الخطط السردية. كنت تلقاو المثل الحكائي راه هو الخطط السردية. المهم غنتعرفوا على هاد القوى الفاعلة، راه حتى هما يعني القوى الفاعلة الآدمية وغير الآدمية، يعني هي الشخصيات، الزمان، المكان، هادو من الخصائص المهمة ديال القصة. دابا من بعد المقدمة خاصكم تنقزوا واحد السطير، هنا راه ما نقص، خاصكم تنقزوا واحد السطير عاد نفس الطريقة باش تكتبوا جميع المواضيع هي اللي كنت قلت لكم في النص ديال هي النموذج او تكسير البنية او تجديد رؤية، نفس الطريقة تبعوها كذلك حتى في القصة. تنقزوا سطير وتكتبوا ترجعوا تكتبوا اشنا هي تدور احداث هذه القصة حول شخص اسمه عبد العال. يعني كتحاول تعطي واحد الفكرة، واحد يعني كتقول علاش كدور هذه القصة هذه. من بعد كدير المثل الحكائي او الخطط السردية. بدأت هذه القصة بوصف الكاتب، كتقول باش بدات يعني البداية، وضعية البداية، ثم وضعية الوسط كتقول أشنو كاين فيها على حسب كل قصة وأشنو كاين، ثم وضعية النهاية كتقول أشنا هي وضعية النهاية اللي انتهت بها هذيك القصة. دائما القصة عندها خطط سردية هي هذه، أو متن حكائي اللي هو هذا، وضعية البداية، وضعية الوسط، وضعية النهاية، وضعية الوسط هو تيكون في هذاك الحدث الطارئ، هو اللي كيزعزع لينا وكيدير لنا لا بيرتورباسيون ديال هذيك القصة، يعني كيقلب لينا الموازين ديالها. من بعد خاصنا الرؤية السردية، قلنا قصة الكنز تحكمها رؤية سردية من الخلف، حيث السارد يتكلم بضمير الغائب يضربون له كان له، إضافة أنه يعرف كل شيء عن البطل ويعرف ما يحس به، سعيد يعني سعيد جدا، يحلم بالمستقبل. هذه غير أمثلة، كان في اعماقه ضراوة. المهم هادو غير امثله باش كتبين بان هذيك راه رؤيه سرديه فعلا من الخلف. كل هذه الامثله تبين ان السارد راه له رؤيه سرديه من الخلف. من بعد الرؤيه
من بعد الرؤية السردية كيجي تهضروا على القوى الفاعلة الآدمية، كتقولوا القوى الفاعلة الآدمية كتقول يعني الشخصيات، مثلا هنا عندنا عبد الآل كتقولوا شكون هو، كتقولوا طويل، كتقولوا يعني جميع الصفات اللي حط ليه هذاك الروائي، حط ليه في هذيك القصة كتذكروهم. كاين شي شخصيات اخرين كتجبدوهم وكتقولوا اشنا هما يعني المميزات ديال هذوك الشخصيات، كيف ذكرهم داكشي اللي ذكر كتذكروه. قال لكم القوى الفاعلة الغير الآدمية، لا كان سيارة كتجبدوها، كان مكان كتجبدوه، كانوا حيوانات كتجبدوهم، هادو قوى فاعلة غير آدمية. غتكون هادشي شفتوه يعني في اللي قرا اللص والكلاب، غيكون تعرف على هاد الخصائص هادو. من بعد من كنديروا القوى الفاعلة، هاد العناصر هادو اللي كيتحللوا في التحليل بناء على الأسئلة اللي كيتعطاوكم. من بعد كتجيو اخر حاجه هي الخاتمه، يعني كتنقزوا واحد السطير هنا، راه ما خاصكمش تكتبوا بهذه الطريقه هذه في الامتحان. الا كتبتوا بهذه الطريقه هذه في الامتحان راه طريقه ما منهجيهش، وما تاخذوش النقطه على الجوانب الشكليه، يعني ضروري ما تبينوا هذاك المصحح فين هي المقدمه، فين هو التحليل، فين هو العرض، وفين هو الخاتمه. هنا ختاما يمكننا الاقرار والحسم بان قصه الكنز تقوم على خلفيه واقعيه. هنا غنبينوا الرهان، الرهان بحال هو واحد خاتمة كتقول واش فعلا حقق هذاك الكاتب الغاية من هذيك القصة. ختاما يمكننا الإقرار والحسم بأن قصة الكنز تقوم على خلفية واقعية وتؤطر جانب من الحياة الاجتماعية. هنا كيكون واحد التحليل لهذاك، كنحاول نبينو اشنو هذاك الرهان اللي توصل ليه، مثلا هاد ان عبد العال هاد القصه ديال الكنز راه كاينه في المقرر المدرسي ديال الادب والعلوم الانسانيه. هنا الرهان، وان عبد العال ما هو الا جزء من واقع معاش في المجتمع، هناك العديد من الناس امثال عبد العال الذين يعيشون في احلام كبيره رغم ان واقعهم حتى ما عليهم عيشه بسيطه، ربما حاجتهم قد تدفعهم الى فعل اشياء او تصرفات تخالف القانون، اضافه الى ان هذا النص القصصي يمتاز. يعني ملي درنا الرهان كملنا الرهان غنقولوا باش كيتميز هذا النص القصصي، غنقولوا الخصائص اللي ذكرنا اللي لقينا. مثلا هضرنا على الشخصيات، نقولوا شخصيات، هضرنا على شنو هي المميزات ديال هاد القصه هذه اللي درتو. مثلا هنا انها كتميز مجموعه من الخصائص الفنيه اللغويه الاسلوبيه التي تسير طبيعه الحدث المعبر عنه، يعني هذاك الحدث اللي معبر عنه في هاد القصه هذه، هذيك الاساليب وهذوك الخصائص اللي جاب بهم هذاك الكاتب كتساير طبيعه ديال هذيك القصه، وذلك باختزال الواقع في قالب سردي عباره عن زمان ومكان شخصيات، كتهضر اشنو يعني مميزات ديال هذيك القصه، وكدير كتقول بان هاد بان الفرضيه صحيحه في الاخير، كتقول ان الفرضيه صحيحه وان هذا النص هو عباره عن قصه قصيره، وكدير نقيطه وانت كملتي التحليل ديالك ديال القصه. غندوزو دابا نشوفو كيفاش تحلوا النص النظري في القصه. هنا بالنسبة للنص النظري، هذه المقدمة ديالو، أن القصة القصيرة هي فن أدبي نثري ظهر في القرن 19، يعمل هذا النوع الأدبي على اختزال وتكثيف الواقع الاجتماعي، وقد ظهر نتيجة البعثات الطلابية، يعني غنهضرو دابا على العوامل إلى الخارج، ظهور الطبقة البرجوازية، انتشار دور النشر والطباعة، وقد تميز فن القصة القصيرة بمجموعة من الخصائص. دابا غنهضرو على الخصائص المميزة لها عن باقي الفنون الأدبية الأخرى، يعني كتميز على المسرحية وعلى باقي الفنون، وقد ساهم في نشر وتطور هذا الفن مجموعة من الكتاب. وتقولوا اشكون هما الكتاب اللي مات منهم؟ نجيب محفوظ، محمود تيمور، محمد ابراهيم، بولعلو. وبعد اغناء الساحة العربية بهذا الفن، ظهرت دراسات نقدية تبرز تطوره واجناسه، ومن ابرز النقاد الذين تناولوا هذا الموضوع احمد المدني الذي له اسهامات كثيرة، حيث اغنى الخزانة العربية مجموعة من الدواوين، ومنه الديوان الذي اخذ منه هذا النص النقدي الذي بعنوان، كنكتبوا العنوان ديالو وكنقولوا الملاحظه ديالت ملاحظه ديالت بدايه النص ونهايه النص. نفترض ان هذا النص هو دراسه نقديه للقصه القصيره. عاد نقولوا اذا ما مصحه هذه الفرضيه، ما هي القضيه الرئيسيه التي يعالجها النص؟ هنا راه ما كاينش تطرق هنايا للملاحظه والفرضيه. الملاحظه والفرضيه ضروريتان ومهمتان، يعني عندهم النقطه ديالهم كتاخذوا عليهم النقطه، ماشي شي حاجه زايده ضروريه، هنا ما متطرقش ليها، ولكن هنايا ضروريه انكم خصكم تطرقوا ليها. انا شرط ليها، غتقولوا ما كايناش في هذه المقدمه، ولكن انا راه قلت لكم بان المقدمه راه ما كايناش فيها، ولكن ضروري نتوما ما تديروها سواء في النص التطبيقي او النص النظري.
هنا غنحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله هادو. القضيه الرئيسيه التي يعالجها النص، القضيه الاساسيه التي تناولها الناقد هي التعريف، وكنحاولوا نقولوا اشنا هي القضيه الاساسيه. من بعد كنجاوبوا على السؤال الاخر للتفصيل في التعريف بالقصه، استهل الناقد بعد ذلك عرض اضافه الى عرض، والنهايه كنقولوا اشنا هي الافكار واشنا هي العناصر الاساسيه ديال هذيك القضيه الاساسيه. منين كنكملوا القضيه الاساسيه كندخلوا الحقول الدلاليه. وظف الناقد في دراسته حقلين دلاليين، هما هنا كاين حقل المقاييس الكلاسيكيه وكاين حقل المقاييس الحديثه. كنقولوا اشنا هو يعني المعجم، بحال هنا وظف التعبير عنها معجم خاص بها وهو، وكنديروا بين قوسين نقولوا شنو هو المعجم اللي جاب في المقاييس الكلاسيكيه. ثم الحقل يعني الخاص بالمقاييس الحديثه، وظف كذلك معجم خاص وهو، وكنقولوا اشنا هو هذا المعجم الخاص بهذا الحقل. العلاقه التي تربط بين هذين الحقلين هي علاقه تكامل وارتباط، لانه كنشرحوا علاش قلنا هذا التكامل وارتباط او تنافر او تضاد، كنقولوا علاش ما تجيوش تكتبوها وتخليوها هكذاك اللي هو يكمل، خاصكم نتوما تعطيو المصحح الاجابه تكون كامله. هنا توسل الكاتب في عرض الفرق بين القصة الكلاسيكية والحديثة، تضيف مجموعة من الحجاج. احنا قلنا ان الحجاج هاد السنة هادي راه ما عندكمش في الدروس ديال يعني الدروس اللغوية، ما عندكمش فيها الحجاج، يعني الحجاج ما غنشوفوهش هنا. واستند الناقد الى مسار استدلال استنباطي انتقل فيه من العام التعريف بالقصة، كنقولوا العام اشنو كان فيه، الى الخاص ديك الخصائص والمقارنة بين القصة الكلاسيكية والحديثة. هنا كذلك في هذا مسار استدلال استنباطي، كيف شفنا في النصوص النظرية ديال احياء النموذج او تكسير البنية او تجديد رؤية، يعني من الافضل يعني الا كتبتوا هاد الجملة هادي وتقولوا بداية اشنو قال، في المقدمة اشنو قال، وفي العرض اشنو قال، وفي الخاتمة اشنو قال. ضروري ما تطرقوا، كتكتبوا واحد الفقرة في هاد الطريقة المعتمدة. هنا الاسلوب قلنا ما غنهضروش على الاساليب، هنا الاسلوب الضفة اسلوب تقرير يعني خاليه من الصعوبه، يتم نقل افكاره واضحه الى القارئ، اضافه الى ان هذا جاءت كل جمل النص خبريه، وذلك الاقناع بالحجه. مهم كنقولوا اتساق اللغه، وكنهضروا على هذا الشيء، ما عندكمش نتوما الاتساق هذه السنه هذه، ما تهضروش لا على اتساق ولا على اساليب في النصوص النظريه، نساوهم. وكتجيو يعني باش نطلقوا الدوزو للتركيب، كتخليو واحد السطر وتكتبوا في نخلصوا في النهايه، يعني هذه راه خاتمه الى ان الكاتب قد اسهم، وكنقولوا اشنا هو الموضوع اللي هضر عليه هذاك الناقد اول حاجه في هذاك الموضوع ديالو. كتكتبوا نص نظري عادي، كتجاوبوا على الاسئله اللي هما عندكم مطروحين تمايا، بحال اللي كتهضروا على نص نظري ديال اي تجربه، نفس الاسئله الطريقه المعتمده، كتهضروا على الفكره القضيه هادشي اللي كاين، وكيعطيكم تناقشوا شي فكره، الى عطاكم شي جمله فهاد النص كيقول لكم ناقشوها. هذه الخاتمه. هنا والاخير تنقولوا اشنو وظف عرض هذا الى حجاج واساليب تعريف تفسير مسار الاستنباط من العامل الخاص الى جانب اساليب لغويه مختلفه، وتمثلت في اللغه وهيمنه الجمل الخبريه، ومنه في الفرضيه الصحيحه، والنص الذي تناولناه بالمناقشه والتحليل هو قصه قصيره، وكنديروا انقطاع وحنا كملنا التحليل ديالنا. كنتمنى اني نكون فدتكم ولو قليلا في كتابه المنهجيه، راه بهالطريقه هذه باش خاصكم تكتبوا هكا، باش خاصه تكون الاجابه ديالكم ديال جميع ديال الاسئله اللي كيطرحوا لكم في هذاك في العرض والمقدمات ديالكم يكونوا بهالطريقه هذه. ضروري من المقدمه، ضروري فيها من الملاحظه والفرضيه، عاد كتطلقوا وكطرحوا الاسئله ديالكم، وضروري في المقدمه ما ديروا العوامل وما ديروا الخصائص ديال ديك التجربه وما ديروا الرواد وما ديروا صاحب النص وهادشي اللي كاين بالنسبه للقصه. كنتمنى لكم التوفيق يا رب، والسلام عليكم.